ريف حماه مدينة موري يوم الاثنين 24/12/2012. آثار قصف الميج ورجمات الصواريخ والهاون والدبابات على مدينة موري على المباني السكنية. الله أكبر. ريف حماه مدينة موري يوم الاثنين 24/12/2012. الله أكبر. قصف المباني السكنية في مدينة موري من قبل طائرات الميج والدبابات والهاون والرادمات صواريخ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.